السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة تالتة اعدادي، عاملين ايه اخباركم؟ ان شاء الله النهاردة هنحل اول محافظة عندنا، محافظة القاهرة، ويلا بينا نبتدي بالديالوج. ما ننساش نقرا المقدمة كويس جدا اللي هي عندي هنا باللون الاحمر، نقراها عشان بيديني فيها معلومة. Two students، يعني تلميذين، are talking about their role model، بيتكلموا عن الرول موديل بتاعهم. ايه الرول موديل ده يا جماعة؟ اللي هو المثل الاعلى. هانا بتقول لسوها can I ask you a question، يعني ممكن اسألك سؤال؟ فلما حد يقول لي كده طبعا ارد عليه اقول له sure، okay، yes of course، اللي يعجبكم. يبقى ممكن نقول هنا يا sure يا نقول yes of course. بعد كده هانا سألت سؤال تاني، بتقول لها سؤال فاجابته سوها قالت my mother is my role model، مامتي هي الرول موديل بتاعتي. فبالتالي انا هسألها مين الرول موديل بتاعك، مين مثلك الاعلى، who is your role model. انا هجيب لكم الاجابات في اخر الديالوج. يبقى هقول who is your role model. بعد كده في سؤال تاني هانا سألته فاجابته سوها بتقول my mother does great efforts، ماما بتعمل مجهود عظيم، to help me and my family، عشان تساعدني وتساعد عيلتي. يبقى اكيد يعني انا هسألها ليه مامتك الرول موديل بتاعك. فهنقولها ازاي دي؟ هقول لك why is she your role model، ليه هي الرول موديل بتاعك، why is she your role model. بعد كده هانا سألت سؤال تاني، بتقول لها how do you feel towards her، يعني بتشعري ايه تجاهها. اكيد طبعا ممكن نقول كذا حاجة، ممكن اقول I love her so much، بحبها جدا، ممكن اقول ان انا فخورة بيها جدا. يعني ايه اقول انا فخورة بيها جدا؟ I feel proud of her او I am proud of her. اوكي، بعد كده في سؤال اجابته I always feel proud of my parents، يعني انا دايما لا احنا خلاص احنا جاوبنا دي. بعد كده بيقول لي I always feel proud of my parents، انا دايما فخورة بوالدي. هنا هي اللي بتقول كده، فانا هرد عليها اكيد هقول لها me too، وانا كمان، او ممكن اقول لها that's great، ذلك عظيم. تعالوا بقى نشوف الحل، جايبها لكم في اخر الفيديو عشان ما تتلخبطوش، في اخر الديالوج عشان ما تتلخبطوش. تعالوا يا جماعة، اول واحدة yes of course، تاني واحدة who is your role model، زي ما قلنا مين الرول موديل بتاعك المثل الاعلى، why is she your role model، اللي هي مثلك الاعلى، وطبعا ممكن اقول what does she do، هي بتعمل ايه. I am always proud of her، انا دايما فخورة بيها، او I am proud of her، بس لو عايزين تكتبوا كده. اخر واحدة that's great، هذا عظيم او ذلك عظيم، او ممكن اقول me too او so do I. so do I دي اختياري بقى، ممكن اقولها، ممكن اقول me too، ممكن اقول that's great. ندخل بقى على الجزء الثاني، نيجي للجزء بتاع complete the text. تعالوا نشوف مع بعض. Egypt has the oldest حاجة in Africa، Egypt عندها أقدم حاجة في أفريقيا. طبعا Egypt عندها أقدم إيه ترى؟ railway، اللي هو سكة حديد في أفريقيا كلها. I like traveling by train، أنا أحب أسافر بالقطار. Because it's very interesting، عشان هو ممتع. To look out of the window، عشان أبص من الشباك. I take the train، حاجة I want to visit. I take the train إيه؟ برافو عليكم. I take the train، أنا باخد القطار. When I want to visit my grandfather، لما بعوز أزور جدي. In Upper Egypt، وكلمة Upper Egypt دي يا جماعة يعني صعيد مصر. In the حاجة you can see Ferris. In the journey يعني في الرحلة. You can see ferries يعني المعديات. Crossing the Nile، وهي بتعبر النايل. Green valleys، والوديان الخضرة. وعطيني space villages and busy cities. Villages اللي هي القرى، والبيزي cities اللي هي المدن المزدحمة. طبعا احنا عارفين الvillages دايما بوصفها انها peaceful هادية. اوكي، هجيب لكم برضو الاختيارات عشان تشوفوها زي ما احنا شايفين. اول واحدة railway، تاني واحدة when journey و peaceful. اوكي، تعالوا بقى نقرأ الباسج بتاعتنا، القطعة، ونفهمها. last birthday، عيد ميلادي اللي فات، I decided to celebrate it by inviting my some friends، يعني
قررت ان انا احتفل بيه ان انا ادعو بعض صحابي out to supper للخارج على العشاء. I chose انا اخترت a restaurant because انا اخترت مطعم because the food there is good عشان الطعام هناك جيد and the waiters اللي هم الجرسونات are friendly يعني ودودين كده. It's hardly crowded من الصعوبة انها تبقى مزدحمة. ليه بقى يا جماعة من الصعب ان الاقيها مزدحمة؟ because few people know about it يعني ناس قليلة بس هم اللي بيعرفوا الريستورانت دي. So it isn't necessary to book a table there يعني مش من الضروري ان انا احجز ترابيزة هناك. When we entered the restaurant لما دخلنا المطعم ده ايه اللي حصل يا ترى؟ I was surprised انا كنت مندهش to find it completely full كان مندهش ان هو وجدها على الاخر مليان على الاخر. One of the waiters recognized me واحد من الجرسونات شافني and explained that a party of tourists شرح له قال له دي حفلة سياح came in about half an hour ago جم من نص ساعة and pointed to a corner table as the people there were about to leave قال في ترابيزة هناك وفي ناس يعني على وشك ان هم يغادروا. 15 minutes later the people at the table paid and left بعد ربع ساعة بالضبط الناس دفعوا ومشوا زي ما الويتر قال له. Unfortunately لسوء الحظ ايه اللي حصل بقى؟ All the waiters كل الجرسونات were busy كانوا مشغولين with the party بالحفلة of tourists بتاع السياح يعني. They ordered enormous quantities يعني they دي يا جماعة هنا واضح انها عايدة على التورستس السياح. They ordered enormous quantities طبعا كلمة enormous يعني very big يعني كتير جدا. Quantities يعني كميات of food يعني كميات كبيرة جدا من الطعام. Nearly حوالي an hour later حوالي ساعة بعد كده the tourists were finishing their meal يعني خلصوا الوجبة بتاعتهم and left ومشوا. The waiter came to our table الويتر بقى جالنا الترابيزة and we asked for some dishes ابتدينا نطلب بعض الاطباق. A few minutes later he came back and informed us that there was no meat or fish left لسوء حظهم السياح خلصوا على اللحمة والسمك للأسف ما فضلهمش أي حاجة. تعالوا بقى نشوف أول سؤال كده معانا بيقول إيه. أول سؤال بيقول The main idea الفكرة الرئيسية of the passage اللي احنا قريناها الفكرة الرئيسية بتاعت الباسج اللي احنا قريناها بتكون إيه؟ هل هي بقول عليها my friend الصحاب ولا the best dishes الأطباق الأحسن أطباق يعني طبعا هي فين الأحسن أطباق وما أصلا ما خلوش حاجة ولا الويتر اللي هو الجرسون ولا celebrating my birthday طبعا أكيد هي letter B اللي هو الاحتفال ب birthday. Number 2 the underlined word they referred to ايه يا ترى؟ واحنا بنقرا من شويه قلنا they عايده على tourists. Number 3 the writer and his friends الكاتب يعني الشخص اللي كتب القطعه دي واصحابه waited for about قعدوا قد ايه منتظرين to sit عشان يقعدوا في الكورنر. طبعا في ناس كتير هتتلخبط لان في القطعه في كلمه an hour ساعه وفي كلمه ربع ساعه لا بس احنا ما نتلخبطش. الويتر جه قال لهم انتظروا بس 15 minutes وفي ترابيزه هتفضى يبقى هي letter A اللي هي 15 minutes. اول سؤال ما تقلقوش هجيب لكم الاجابات دلوقتي بس نكمل. Explain why the writer didn't book a table in the restaurant give a reason ليه الرايتر ما حجزش. نرجع تاني كده للقطعه بسرعه. فاكرين لما قلنا ان ال هو بيقول لنا ليه الرايتر ما حجزش يعني المفروض من الطبيعي اي حد رايح مطعم فبيحجز قبليها فالرايتر ليه ما حجزش؟ يس لان احنا عارفين ان الريستورانت دي is hardly crowded يعني من الصعب انها تكون crowded because few people know about it يعني ناس قليله اللي عارفين بيها ودي هتلاقوها في السطر ثانيه واحده شايفين اهو يا جماعة فهو الجزء ده it's hardly crowded يعني من الصعب انها تكون زحمة because few people know about it يعني ناس قليلة بس اللي تعرفها so it isn't necessary to book a table there يعني مش ضروري ان انا احجز book يعني هنا معناها احجز ترابيزة هنا.
5. Answer why the waiter didn't come back to the writer's table to nearly an hour. يعني بيقول لنا ايه السبب يعني ان الويتر ما جاش ماشي to the writer table للترابيزة بعد حوالي ساعة. طبعا الكلام ده احنا قلنا برضو واحنا بنقرا القطعة. تعالوا نشوف الجزء ده يا جماعة من القطعة اللي هي all the waiters were busy كانوا كلهم مشغولين with the party of tourists يعني بحفلة السياح. They ordered اللي هي عايدة على السياح يعني السياح ordered طلبوا enormous quantities of food كميات كبيرة من الطعام. ده إجابة السؤال التاني. السؤال number 6 بيقول لي do you think هل بتعتقد the writer and his friends الكاتب وصحابه enjoy their time why not. طبعا احنا اكيد من اللي احنا قرناه في القطع هنقول ان هو I don't think the writer and his friends ما اعتقدش ان الرايتر وصحابه enjoy their time because they waited for a long time وقعدوا وقت كبير جدا and didn't get the food وما حصلوش على الطعام they wanted اللي هم طلبوه as there was no meat or fish ما كانش بقى خلاص ولا في ميت ولا فش باقيه. اوكي تعالوا بقى نشوف الاجابات انا كاتباها لكم برضو. دي اول حاجه اجابه الاختيارات اللي هي letter D celebrating my birthday. تاني حاجه زي كانت عايده على التورسس والوقت اللي قعدوه انتظروا فيه اللي هي 15 minutes. اجابه السؤال الاولاني هنشوفها برضو مع بعض. Number 4 because this restaurant is hardly crowded because few people ان الريستورانت دي صعب انها تبقى مزدحمه because few people ناس قليله know about it ناس قليله يعرفوها. Number 5 they were busy with the party of tourists sorry the waiters كانوا مشغولين بالبارتي of tourists بالسياح because they ordered enormous quantities of food ان هم امروا بكميات كبيره من الطعام. Number 6 لسه قايلينها I don't think the writer and his friends friends enjoyed يعني ما استمتعوش their time ليه بقى because they waited هم قعدوا يعني انتظروا زي دي يا جماعة they waited for a long time وقت طويل and they didn't get the food they wanted as there was no meat or fish. okay left يعني مفيش خلاص بقى meat ولا fish بقية. تعال choose يا جماعة choose the correct word from A B C or D. Number one my country has a lot of attractive places يعني بلدي فيها الكثير من الاماكن الجذابة. The word attractive كلمة attractive دي معناها ايه means خدناها في synonyms في المعاني في المترادفات ان كلمة attractive يا جماعة synonym لكلمة beautiful فهنعلم عليها بالشكل ده. Number 2 اعطيني ذا space garden is a place where you can see trees and other interesting plants مكان بشوف فيه شجر ونباتات تانية ممتعة اكيد البوتانيكال جاردن الحديقة النباتية الحديقة النباتية. Number 3 to give the opposite of the word possible عشان ادي عكس كلمة possible we can use the prefix بحط عليها المقطع ايه prefix I am برافو عليكم اللي هو تبقى تديني كلمة impossible مستحيل. Number 4 you must tell your parents لازم تخبر والديك or teachers لو if someone tries to you online لو حد حاول يعمل ايه cyber bullying yes برافو عليكم حد حاول يتنمر عليكم الكترونيا اللي هي letter A. Number 5 my mother used the A to cook things quickly عشان تطبخ الحاجة بسرعة mother بتستخدم الميكروويف. Number 6 we can get the noun of the word kind عشان احصل على الاسم من kind بحط لها ness تبقى kindness العطف نفسه letter A. okay نيجي بقى number 1 في الكوركت يا جماعة the film واعطيني finish ما بين قوسين ويت it ends at 9 o'clock طبعا اول ما اشوف كلمة يت اعرف ان احنا في زمن present perfect لازم اعمل الجملة مضارع تام فبالتالي الفيلم دي مفرد فهتاخد has مش هتاخد have وهجيب تصريف تالت لفنش تبقى finished has finished. Number 2 bicycle are واعطيني expensive than cars طب هنا في مقارنة في زين موجودة فلازم اعمل مقارنة وفي expensive دي صفة طويلة مش هينفع احط لها ER بجيب لها حاجة اسمها more او less ومن البديهي ان العجلة ارخص من العربية لو كانت العجلة اغلى فكنت هقول more expensive than لكن طبعا بديهي ان البايسكل لازم احط less expensive than cars. Our football team الفريق بتاع الكورة بتاعنا واعطيني win between practice واعطيني last match
ماتش اللي فات، معنى كده ان الجملة ماضي في الباست، ف when هتبقى won. Number 4 I have lived in this house since I was واعطيني bear، فواضح ان انا دايما يا جماعة since بتيجي مع جملتين قبليها مضارعتين بعديها ماضي، وكلمة ان انا اتولدت دي لازم تيجي في الماضي، واحد اتولد يعني مش حبيبي اتولد خلاص، فلازم اقول I was born، بير تبقى born. Number 5 it was very windy، في رياح كتير. So planes الطيارات not able to leave. طيب not able دي قاعدتها ايه؟ بيجي قبليها يا ام يا از يا ار يا وز يا ورا حسب الزمن. عندي هنا it was very windy، الجو كان خلاص في الماضي، يبقى لازم جملتي انهيها ماضي، مش هستخدم ولا ام ولا از ولا ار، لازم استخدم was وغير. وطبعا منفيه، وهبص على الفعل عندي planes الطيارات جمع، فبالتالي هقول where ومنفيها تبقى weren't، يبقى so planes weren't able to leave، weren't able to leave. وهجيب لكم برضو الحل مكتوب عشان تشوفوه، خليكم معايا اهو يا جماعه. اول واحده hasn't finished عشان ده present perfect، تاني واحده less expensive دي المقارنه، won عشان الجمله past، born عشان اتولد، و weren't able عشان دي قاعده able to، وفي الماضي تبقى وجمع كمان تبقى weren't. اوكي اخر جزء بقى يا جماعه، جزء الباراجراف، طبعا ده بيبقى في فيديو تاني لوحده منفصل، بس بدي كده لمحة بسيطة. هو الباراجراف بتاعنا عن الاونلاين شوبينج، فنحاول طبعا، واضح انه في كل حد ليه وجهة نظر ان الاونلاين شوبينج دوت ليه بروز وليه كونز، ليه مميزاته وليه عيوب، فاحنا بالتالي لما نيجي نكتب هنكتب عن مميزاته وعيوبه. ومن الاحسن يا جماعة لما نيجي نكتب باراجراف نكتبه من العام للخاص، يعني مثلا انا هتكلم عن نفسي وهعرف نفسي الاول واقول انا عندي كام سنه واسمي ايه ومش عارفه ايه، وبعد كده ابتدي اتكلم عن الشوبينج بصفه عامه، برضو مش الاونلاين شوبينج بس، هتكلم عنها واقول انا بحبها قوي وبحب اعمل شوبينج وبحب اعمل شوبينج مع ماما ومش عارفه ايه وكلام من ده، وبعد كده اتكلم عن الاونلاين شوبينج عشان الاقي حاجه اكتبها في الامتحان، يعني ساعات مخنا بيقف وما نلاقيش حاجه نكتبها. فنبتدي من العام وبعد كده الخاص، وبعد كده نتكلم عن البروز والكونز بتاعت البروز والكونز بتاعت المميزات والعيوب بتاعت الاونلاين شوبينج. ويلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ومعادنا ان شاء الله في حل التست التاني بتاع الجيزه، ويلا اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.